بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله يا جماعة النهاردة انا هتكلم على نقطة الكابل ال HDMI، ايه المشكلة في التعريف بتاعه او لما بنوصله بالجهاز عندي الكابل بيكون فيه مشكلة. هنفتح عندنا هنا، لان انا طبعا كان في فيديو كنت انا شرحه والصوره ما كانتش واضحه شويه، او كان البرنامج اللي كنت بسجل بيه ما كانش واضح فكان عامل مشكله، فقلت ان انا ان شاء الله اشرح بس بطريقه تانية. هنفتح هنا عندنا في الويندوز 10، في عندي هنا تايب هير تو سيرش، بكتب هنا دي اي في اي سي اي، وتظهر قدامنا كلمه ديفايس مانجر، بدوس عليها ديفايس مانجر، فتحت الشاشه اللي موجوده قدامنا دي. في عندي اول حاجه لازم نكون متاكدين منها، القائمه اللي ظهر قدامنا دي في حاجه اسمها other device او other devices. other devices هي طبعا هي عندي مش موجوده، لان دي بتظهر في حاله لو عندنا اي كارت متركب في الكمبيوتر بتاعنا او اللابتوب بتاعنا وبيكون مش متعرف. يعني في حاله ان كل الكروت بتاعتي متعرفه، الاذر ديفايس بتبقى مش موجوده زي ما هي مش موجوده هنا قدامي. طب لو في عندي حاجه مش متعرفه، هتلاقي في عندك الاذر ديفايس موجود قدامك هنا، يعني زي مثلا سوفت وير ديفايس، دي بتبقى مثلا حاجه اسمها اذر وكلمه ديفايسز، وبتدوس عليها بتلاقي موجود فيها الحاجات اللي هي مش متعرفه. طيب ايه الحاجه اللي انا المفروض ابص عليها؟ لازم طبعا عشان اشغل كابل ال HDMI يبقى انا هنا بتكلم على الصوت. في هاجي هنا عندي الساوند فيديو اند جيم كنترولرز، المفروض الاذر ديفايس، الاذر ديفايسز اللي بتكون موجوده عندي لو في الكارت بتاع الصوت مش متعرف، اللي هو ده نفيديا مثلا او انتل، النفيديا هاي ديفينيشن اوديو، لازم بيكون يا جماعه في هاي ديفينيشن اوديو، ناخد بالنا من الثلاث كلمات دول. هو ده كارت الشاشه اللي موجود عندنا. طيب كارت الشاشه ده بيبقى موجود زي ما قلنا في قائمه جديده هنا اسمها other devices، وبيكون موجود فيها مع اي كروت مش متعرف. طيب انا اعرفه ازاي؟ طبعا بيكون عندي النت بتاعي شغال، وبعد كده باجي هنا على الكارت بتاعي واعمل عليه كليك يمين واقول هنا ابديت درايفر. لما ادوس على ابديت درايفر في عندي هنا بيقول لي سيرش اوتوماتيكلي فور درايفرز، لما بدوس عليه المفروض بياخد وقت وهو بيعمل انستولنج او داونلود للكارت الصوت بتاعي من على النت، على اساس ان هو بيكون طبعا بيروح لرابط معين بياخد منه التعريف وبيسطبه على طول على الويندوز بتاعه، وبعد كده بيعرفه، وبعد كده بيقول لك ان ذا بيست درايفرز for your device are already finished، او مثلا your driver has been successful، يعني خلاص هو اتعرف. طيب خلاص بعد ما خلصنا من النقطه دي نقفل دي مش محتاجينها، وبعد كده نيجي هنا على السماعه بتاعتي بتكون ظاهره هنا، بعمل عليها كليك يمين وفي عندي هنا حاجه اسمها open sound settings، ادوس عليها. بعد ما افتحها زي ما حضرتك كده شايفين في عندي هنا الساوند اهي، عندي حاجه اسمها الاوت بوت. الاوت بوت دي اي حاجه متوصله بالجهاز عندي. طيب تشوز يور اوت بوت ديفايس انفيديا، اللي هو كارت انفيديا اللي هو موجود عادي عندي في الجهاز بتاعي، ولا السبيكرز اللي هي الشاشه اللي انا موصلها بيه، لان في ناس بتقول انا عايز اوصل كارت ال اتش دي ام اي اوصله مثلا بشاشه تلفزيون، شاشه 32، شاشه على حسب الحجم الشاشه اللي انت بتوصلها بيها. فلما بتختار هنا السبيكرز ريل توك مثلا اوديو، اول ما بختارها ده بيشغل معايا كارت او الشاشه بتاعتي الصوت بيروح، لان في ناس بتيجي تشغل كابل اتش دي ام اي يقول لي انا الصوت طالع عندي من الكمبيوتر بتاعي وطالع من اللابتوب لكن مش طالع من الشاشه. فهي دي النقطه، لو انا بختار مثلا انتل هاي ديفينيشن اوديو ده كده بيشغلها من اللاب بتاعي او الجهاز الكمبيوتر، ولكن لو انا شغلتها من السبيكرز اللي هي السماعات اللي موجوده عندي في كارت
في الشاشه بتاعتي كده. هي دي النقطه اللي كنت عايز اوضحها، واتمنى ان شاء الله تكون الموضوع واضح. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.